كل ايام من كان رمضان في المملكه العربيه. فايون قبل المغرب مباشره ناس من مختلف الشعوب من مختلف الجنسيات من مختلف اللغات في الشرق امام المسجد النبوي متسعه جدا في لحظه الغروب بزوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني لا يشابه اي مكان اخر في العالم على الاطلاق. طيب لو رجعنا بقى للفن واهل الفن، نقول بقى انا شايفه ان اهتمامات حضرتك سياسيه، يعني نقول هل الشخصيه دي ممكن برضه تبقى في نفس الوقت لها